حسناء دحنون، مسؤولة الشؤون الإدارية في دار الأيتام بيت العيلة بمدينة إدلب. طبعاً هذا المشروع هو من ضمن مشاريع فريق المجد للأعمال الإنسانية، وهو بعده أنا أهم مشروع اللي هو دار الأيتام. طبعاً نحن ببداية المشروع أهل الخير ساعدونا أنه نحن وقفنا على إجرينا، لقينا المكان، زبطنا الاحتياجات الأساسية اللي لازم تكون موجودة، استقبلنا الأطفال. تقريبا عدد الأطفال موجودين عندنا 20 طفل مع 5 أمهات موجودين حاليا مقيمين بالدار 24 ساعة. عم نقدم له الاحتياجات الأساسية الضرورية، تعليم، صحة، ملبس، مأكل، هالأمور هاي الأساسية للأم. طبعا نحن عم نرعى الأطفال ونرعى الأم بنفس الوقت. حابين مشروعنا هذا يكبر، يستقطب عدد أكبر من الأطفال الأيتام مع الأمهات، ليشمل مدينة إدلب وريفا. طبعا هذا الشيء اللي احنا ما عنا قدرة عليه، احنا بدينا بالمشروع بس حابين حدا يدعمنا يكمل عننا أو يساعدنا لحتى يكون مشروع أكبر، مركز أكبر يحتوي عدد أكبر من الأطفال الأيتام.